معظم أرزاقنا للأسف أصبحت مركبة في المال، تتعب تعبا شديدا حتى تحصل على القرش ثم تصرفه بثوان ويحسدك الناس عليه. بالزوجة لربما تكون زوجتك رزق ولكنها تنكد عليك، ولربما يكون الزوج رزقا للمرأة ولكنه ينكد عليها وعلى أهلها. حتى في الطعام يأتيك الطعام بلا لون ولا طعم، ومع ذلك أضراره كثيرة. فمعظم رزقنا أصبح منكدا. من أسباب ذلك أننا لا نسأل الله سبحانه وتعالى الرزق الطيب. والله سبحانه وتعالى قد ذكره كثيرا في القرآن: كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: والطيبات من الرزق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رزقا طيبا.